السلام عليكم. اليوم حبيت نتكلم على المشروع نتاع اعاده تشغيل المصعد الهوائي تاع مدينه وهران، واللي الاشغال انتهت به ورانا في اخر الرتوشات واخر التجارب. ومن المفروض حسب يعني التصريح نتاع المسؤولين المشروع يعني سوف يوضع في الخدمه في بعد نهايه السنه هذه على ابعد الحدود. إذن هذا هو هذا المصعد الهوائي اللي عنده 4 محطات وفيه طول تاع 3 كيلومترات، حوالي 3 كيلومترات، ويعني يعني الكاباسيتي سعة نتاعو هي 1200 مسافر في الساعة. تصور يعني وعنده قيمة سياحية كبيرة جدا. لما يعني المسار نتاع هذا المصعد الهوائي اللي يقود بنا إلى منطقة سانتا كروز وإلى حدود أعلى قمة جبل في وهران، وهي منطقة سيدي عبد القادر الجيلاني اللي تقع على قمة جبل مرجاجو بوهران. إذن هنيئا ل شعب وهران وهنيئا للشعب الجزائري بهذا الإنجاز اللي سوف أكيد يعزز القدرات السياحية لمدينة وهران. وإن شاء الله كل المصاعد الهوائية اللي موجودة عندنا حوالي 12 مصعد هوائي عبر التراب الوطني، اللي بعضها راه معطل خاصة تخص بالذكر قسنطينة وسكيكدا، و يعني اللي تحتاج يعني اللي تحتاج إلى هذه المصاعد الهوائية كون قسنطينة وسكيكدا عندها قدرات سياحية خارقة، لابد من تدعيم هذه الوسائل لبلادنا. وكذلك بدون ما ننسى المشاريع المستقبلية واللي هامة جدا، وخاصة يعني يعني مدينة بجاية اللي تحتاج وتستاهل يكون عندها مصعد هوائي، وكذلك مدينة خميس مليانة اللي عندها يعني مسار رائع سياحي بين مدينة مليانة ومدينة خميس مليانة. إذن كل هذه المشاريع إن شاء الله ترى النور في يعني السنوات القليلة القادمة. والسلام عليكم. Thank you.